طيب بما ان احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم يعني في بدايه تغطيتنا انا ويوسف، كنا بنتكلم على ابرز الملفات اللي حصل فيها تطوير وابرز الملفات اللي كانت تشتغل عليها الدوله المصريه، او بمعنى اصح الاستراتيجيه. احنا بنتكلم في دوله قررت انها تعمل وفق استراتيجيه لبناء وعي الانسان وبناء او الاستثمار في المواطن المصري. الاستثمار في المواطن المصري ده كان من خلال تحقيق بنية تحتية. بنية تحتية دي مش معناها ان هي طرق وكباري، بنية تحتية لدولة فيها مواطن يعيش حياة كريمة وفق احتياجاته، توفير احتياجاته وحقوقه الأساسية، وأيضا توفير جودة لحياة هذا المواطن. ده بيتطلب تطوير في الصحة وفي التعليم في الطرق والكباري، ده عشان نقدر نستثمر، إن كان استثمار معنوي أو استثمار مادي. الاستثمار المادي ليه برضو كمان يعني الحقيقة في نقاط كتير جدا. لو بصينا في الاستثمار مثلا في الشباب المصري، شايفين المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتحصل في كل محافظات مصر، وتحديدا بما ان احنا بنتكلم على اسبوع الصعيد وبنتكلم على محافظات الصعيد، بنتكلم على بنية تحتية. ومرة تانية البنية التحتية لا اقصد بها فقط الطرق والكباري، اقصد بها الصحة، التعليم، وبناء مواطن لديه وعي واهتمام، يعلم حقوقه وأيضا يعلم واجباته. خلينا نعرف إيه اللي بيحصل في محافظة إنا تحديدا مع الزميلة العزيزة جيهان عبد الدايم، وآخر تفاصيل مشروعات حياة كريمة بمحافظة إنا. اهلا بكم مره تانية. احنا يمكن متابعين معاكم من قريه المراجده محافظه انا، القريه النموذجيه اللي يمكن هيتم على غرارها اغلب القرى في محافظات مصر المختلفه. بنتكلم على حياه كريمه على ارض الواقع شهدناها من خلال العديد من التغييرات اللي تمت في القريه. يمكن القريه دي كانت محظوظه بزياره وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، وتفقد بنفسه العديد من الأماكن بها. بنختم حصاد 2021 بالعديد من الإنجازات، وإن كان الإنجاز الأكبر هو دائما حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة اللي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المبادرة التي ستغير حياة المواطنين وخاصة في صعيد مصر. للتعرف أكثر على المشروعات التي تمت بهذه المبادرة الكريمة واللي يمكن شملت شقين، شق إنشائي ومشروعات ومباني، وشق خاص بتنمية البشر أنفسهم من خلال العديد من المبادرات اللي أطلقها سيادة الرئيس. النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن ذلك مع ضيفي الكريمين هنا في قنا، مع الدكتور علاء شاكر مدير تنفيذ وحدة مبادرة حياة كريمة، وأيضا الدكتور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، سعداء بيكم. اهلا بيك فندم. اهلا دكتور حسين. اهلا بحضرتك يا فندم وكل مشاهدي. النهارده يمكن الاول هبدا لقائي مع الدكتور هنا يكلمنا على ما تم على ارض الواقع. حضرتك يمكن اكتر شخص لمست بنفسك ان انت المشروعات اثناء الانشاءات لحظه بلحظه متابعه في زمن قياسي ان يتم كل هذا المعمار الذي شاهدناه وشاهده السيد الرئيس بنفسه. نتكلم عن اهم هذه المشروعات اللي بنختم بيها النهارده هذه السنه وبنفرح بها العديد من مواطني محافظه قنا. في البداية احنا بنتوجه بخالص شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على هذه المبادرة الكريمة التي تعتبر أكبر مبادرة تنموية في العصر الحديث واللي بتؤسس للجمهورية الجديدة. فيما يخص محافظة قنا، احنا عندنا حوالي 845 مشروع في عدة قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، الأبنية التعليمية، الخدمات الاجتماعية، الخدمات الزراعية والري والصحة والكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتبطين الترع والاتصالات. عندنا المستهدف المبادرة بتم تنفيذها في 5 مراكز بإجمالي 86 قرية أم وحوالي 722 نجع. بنتكلم تحديدا يعني دكتور علاء، لو قلنا حضرتك تابعت لحظه بلحظه المشروعات، التركيز كان على ايه؟ هل كان في اولويات لمشروعات عن مشروعات اخرى؟ كان مثلا في جهد اكبر لبعض المشروعات اخذت منكم وقت وعماله؟
يمكن المبادرة نفسها قامت على توجه الدولة انه واهتمامات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه المواطن المصري هو اساس التنمية وهو المحور الرئيسي في التنمية. ولذلك يمكن لما بدأنا المبادرة كان التوجه ان جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في قرى الريف المصري تتم بنظام التخطيط بالمشاركة، بمعنى انه المواطنين من اهل القرية بيتم تنفيذ جلسات حوار مجتمعي معهم، والمواطنين بتحدد احتياجاتها واولوياتها في المشروعات، وبالتالي تم تحديد الاولويات والاحتياجات بمشاركة المواطن، لانه هو اللي عايش في القرية، هو اللي لامس مدى الاحتياجات، وبالتالي تم اعداد حزمة المشروعات وتم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء وتم التصديق عليها، وبيتم تنفيذها حاليا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يمكن دكتور علاء قبل ما اختم كلامي مع حضرتك حابة ان انا انوه عن مجمع الخدمات الذي خلفي، ولابد من الحديث معه بهذا الشكل الرائع. يعني تستطيع ان تقول ان احنا مش موجودين في قرية، لكن تكاد تكون في مدينة. ايضا المكتبة اللي تمت وكانت اول مكتبة بتتم على ارض المحافظة. نعم، يعني لان هي المبادرة اذا كنا اتكلمنا انها بتسد الاحتياجات التنموية في مجال البنية التحتية، سواء كان مياه شرب أو صرف صحي أو غاز طبيعي أو اتصالات أو كهرباء أو تبطين ترع أو رصف طرق، فهي أيضا بتسد الفجوات التنموية في مجال الخدمات. ويمكن مجمع الخدمات اللي احنا أمامه الآن بيلبي كافة احتياجات المواطنين من الخدمات المحلية، فهو يحتوي على مركز تكنولوجي لاستخراج التراخيص وخلافه، بيحتوي كمان على وحدة محلية، بيحتوي على مجلس شعبي محلي، بيحتوي على مكتب بريد، بيحتوي على مكتب شهر عقاري، بيحتوي كمان على مكتب أحوال مدنية، بالإضافة إلى وحدة للتضامن الاجتماعي. شكرا دكتور علاء. ونستكمل حديثنا مع الدكتور حسين البزة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي هنا في محافظة إنا. بنتكلم يا فندم، يمكن في البداية قلت أني مهتمين السيد الرئيس بالمواطن نفسه، بالتنمية التي تعود على شخصه، على وعيه، على ثقافته، على تعليمه. دور وزارة التضامن الاجتماعي وآخر التوجيهات اللي كانت ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. دور وزارة التضامن الاجتماعي معني بالبشر، معني بالإنسان، تطوير الإنسان أينما وجد، إتاحة فرص التنمية الحقيقية من خلال المشروعات، من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية. ودي برامج موجودة في التضامن الاجتماعي، أنا لها أن تنطلق الحقيقة بعد الإمكانيات ما أتيحت بالشكل المبهر ده. أصبح عندنا مشروعات كبيرة مش بس بتقدم الخدمات الحكومية العادية زي وحدات التضامن الاجتماعي، لا، أصبح عندنا مشروعات معنية بالأسرة، معنية بالمعاق، معنية بالطفل الصغير، معنية بتنفيذ برامج وعي اللي أطلقها السيد الرئيس، برنامج وعي بالمحاور الـ 12 بتاعته الخاصة بالتوعية ضد الظواهر الاجتماعية غير القويمة في المجتمع، منها مثلا الهجرة غير الشرعية، منها ختان الإناث، الزواج المبكر، الطلاق في سن مبكرة برضو، كل الأمور الحقيقة المتعلقة بالتوعية هيبقى لها مركز شامل من خلال يعني مشروعات عملاقة موجودة. وإحنا يمكن بنتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على أساس أتاح للتضامن الاجتماعي العديد من المشروعات، يمكن وصل 49 مشروع مصاحب لمشروعات حياة كريمة من الكهرباء والمشروعات الخاصة بالطرق والري وغيرها. أصبح عندنا مشروعات اجتماعية متخصصة عشان تقدم الخدمات للمواطن البسيط. يمكن أكيد الخدمات دي بتبقى معنية بشكل مباشر يمكن بكل المواطنين، ولكن بالشباب بشكل خاص، ويمكن حابة أن حضرتك تنوه عن ذلك أو عن المستهدفين والفئات المستهدفة من هذه المبادرة. بالتأكيد طبعا الشباب جزء لا يتجزأ من المجتمع، وفي برامج تدريبية وتأهيلية من خلال المجمعات تنمية الأسرة والطفولة لإتاحة تدريب على مهن حرفية معينة أو تدريبات للفتاة والمرأة برضه، وإتاحة التمويل الحقيقة عشان خاطر ينفذوا مشروعات على المهن اللي تدربوا عليها، ثم الاهتمام بالتسويق. ويمكن احنا استعرضنا برضه إمكانية وجود معرض خاص بالمنتجات داخل كل وحدة من وحدات تنمية الأسرة والطفولة. الحقيقة المشروع متكامل، معني بالتنمية بشقها الثلاثة اللي هو التدريب والتمويل والتسويق،
الحقيقة برضو عندنا الشباب جزء لا يتجزأ من المبادرة من خلال انتظامه للجامعات الأهلية. يمكن حضراتكم شفتم قد إيه مظهرهم معبر ويعني رائع في استقبالهم للسيد الرئيس وشرح أبعاد. دول شباب متطوع من خلال مبادرة حياة كريمة أو مؤسسة حياة كريمة. وبرضو الجامعات الأهلية عندنا في محافظة هنا ليها دور كبير الحقيقة في مؤازرة الجهود الحكومية. شكرا دكتور. شكرا لحضرتك يا فندم. يمكن زي ما شفنا مشاهدينا بنختتم اليوم آخر يوم في عام 2021 بنختتمه بهذا اللقاء الذي عبر عن الإنجاز الذي تم على أرض محافظة قنا وتحديدا في قراها. إنجاز يعني يبلغ منتهى. المواطنين سعداء. كل التنمية التي تحدث على أرض المحافظة يعني فرحين بها في كافة النواحي التي تمت. بنشكر أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة وعودة مرة أخرى إلى الأستوديو. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا جيهان عبد الدايم وأيضا ضيفك الكريم من محافظة قنا. الحقيقة أنه يوسف في جهود كبيرة جدا وخطوات كبيرة جدا بتتم تحديدا في الصعيد، والأهم أنه بالفعل إحنا شفنا ده على أرض الواقع، وكمان مهم جدا أن المواطنين بقوا حاسين. كان آخرها أسبوع الصعيد كان فيه اهتمام كبير من الدولة، ولاحظنا كم المجهود اللي بذلته مؤسسة حياة كريمة، لأنه من بداية انطلاق المبادرة كان فيه اهتمام غير عادي من التلفزيون المصري هنا بمتابعة كل تفاصيل المشروع الجمعنا. ويمكن عندكم في صباح الخير يا مصر عملتوا حلقة مهمة جدا من أسوان ونقلت على أرض الواقع كل التطورات اللي بتحصل في القرى هناك. صحيح، مش بس كده يوسف، كان في كمان بث مباشر من عدد كبير من المحافظات، ده غير المتابعة شبه اليومية الحقيقة لبرامج التاسعة والأخبار أكيد للمشروعات اللي بتتنفذ في مبادرة حياة كريمة.